السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الرابعة كلية الطب جامعة نينوى. أقدم لحضراتكم المحاضرة الخامسة والتي هي تكملة لما سبق من المحاضرات التي بعنوان General Approach to a Poisoned Victim، كيفية الوصول إلى الشخص المصاب بحالة التسمم. ومع الفقرة الرابعة والتي هي Specific Therapy or Antidotes Administration، يعني العلاج الخاص أو مضاد التسمم. احنا بعد ما استلمنا الشخص المصاب بحالة التسمم في ردة الطوارئ وأجرينا عليه الخطوات الأولية اللي تشمل Initial Stabilization and Resuscitation اللي هي Support Vital Signs، ميكانيكال فنتيليشن اند دايجنوستيك اكزامينيشن، يعني عملنا سحبنا عينه من الدم واجرينا عليه الفحوصات اللازمه ووصلنا الى مرحله انه عرفنا الماده السامه. في هذه المرحله ممكن ننطي مضاد تسمم اللي عادل او يعاكس تاثير الماده السامه. على سبيل المثال، شخص مصاب بحالة تسمم نتيجة جرعة زائدة من أدوية البيتا أغونيست اللي تحفز لنا مستقبلات البيتا، فهذا ممكن نعاكس تأثيره أنه ننطي للشخص بيتا أنتاغونيست راح يجي على مستقبلات البيتا ويقفلها فيمنع تأثير الجرعة الزائدة للبيتا أغونيست. So that an antidote is defined as a remedy to counteract the effects of a poison. هو عبارة عن علاج أو مادة كيميائية تعادل تأثير أو تعاكس تأثير المادة السامة. According to antidotes mode of action, they may be enumerated as follows. يعني قسموا الـ antidotes على حسب الـ mechanism of action لكل antidote. يعني نعتمد بتقسيم الانتيدوت على حسب الميكانيزم اوف اكشن لكل نوع. The first one is physical or mechanical antidotes. اول مجموعه تعمل بطريقه ميكانيكيه. They prevent the action of poison mechanically. تمنع تاثير الماده السامه ميكانيكلي. المثال الأول عندنا الإيج ألبومين أور ستارتش، النشا أو ألبومين البيض، يعمل جدار عازل، يلتصق بجدار المعدة أو الأمعاء ويعمل فد حاجز يمنع تأثير السم مباشرة أو يمنع reabsorption further reabsorption of the poison. Protect membrane from the action of poison. عندنا المثال الثاني الاكتيفيتد انيمال تشاركول ادزورب بويزن، يعني يلتصق بالماده السامه ويمنعها من انه يصير له امتصاص زائد. على سبيل المثال يستعمل اكتيفيتد انيمال تشاركول في حال تسمم بالالكالويدز مثل الاوبيويد دروجز. ثالثا الووتر اور ميلك، الحليب أو الماء، dilute the poison and delay absorption. يعني على سبيل المثال شخص في حالة تسمم نتيجة حوامض قوية أو قواعد قوية، ممكن نستعمل الووتر أو الحليب، الماء أو الحليب، نعمل تخفيف لهذه القواعد القوية أو الحوامض القوية ونأخر reabsorption of these materials. كذلك البلكي فود مثل عندنا البويلد رايز، مثل ما نقول بالعامية شوربة التمن، allow smaller amount of poison to be available for absorption. إذا ننطي المريض المصاب بحالة تسمم هذه المادة ممكن نأخر الabsorption of poison وننطي وقت كافي حتى نعمل إجراءات أخرى ونخلص المريض من المادة السامة. هذا بالنسبة للphysical or mechanical antidotes. طيب
المجموعة الثانية هي الكيميكال أنتيدوتس، وهي مضادات التسمم الكيميائية. These are substances that inactivate poison. تعملنا inactivation للبويزن by undergoing chemical reaction with them. تعمل تفاعل كيميائي مع المادة السامة وتقلل تأثيره. ناخذ أمثلة. عندنا weak non-carbonate alkalis، يعني قواعد مخففة أو ضعيفة ممكن نستعملها في حالة التسمم بالكوروسيف أسيدز. إحنا إذا تذكرون ذكرنا في المحاضرات السابقة إنه إذا شخص في حالة تسمم نتيجة حوامض قوية أو قواعد قوية ما نعمل تخفيف، مثلاً إذا شخص متسمم بحامض قوي ما نعمل تخفيف بقاعدة قوية خوفاً من نصير عندنا over titration and further damage نتيجة زيادة الجرعة للقاعدة القوية. بس ممكن نخفف الكوروسيف أسيد بويك الكاليز، ولهذا ذكرت لكم ملاحظة strong alkalis should not be used as they can damage the stomach further. النقطة الثانية مثلا عندنا weak vegetable acids، أيضا حوامض خفيفة ممكن نستعملها في حالة الكوروسيف الكاليز، على سبيل المثال السيتريك أسيد والأسيتيك أسيد الفينيغار. ممكن نستعمل الخل المخفف في حالة الكوروسيف أسيد. وكذلك freshly prepared ferric oxide for arsenic poisoning. الفيريك أوكسايد ممكن استعماله في حالة التسمم بالزرنيخ. ليش؟ because it forms ferric arsenate which is not absorbed. راح يعمل تفاعل كيميائي مع الارزينيك بويزنينج وينتج لنا ferric arsenate اللي هو ما يمتص. كذلك من الكيميكال انتيدوتس البوتاسيوم برمنجنيت in gastric lavage. البوتاسيوم برمنجنيت in gastric lavage for stricnine, nicotine and opium poisoning. أيضا يعمل تفاعل كيميائي مع الستريكنين مع النيكوتين مع الأوبيويد poisoning ويعملها unabsorbed materials. tincture iodine may be used to wash out the stomach. صبغة الأيودين ممكن أيضا نستعملها بالستومك ووش as it precipitate most alkaloids. تعمل تفاعل كيميائي مع الألكالويدز وتعمل precipitation and prevent alkaloids from absorption. هذا ما يخص الكيميكال أنتيدوتس. ثالثا الفيزيكال أو فارماكولوجيكال أنتيدوتس. النوع الثالث من مضادات التسمم هي الفيزيولوجيكال اور فارماكولوجيكال انتيدوتس، يعني الادويه. These produce effects opposite to that produced by the poison. هذه ادويه تعاكس او تنتج لنا تاثير يعاكس تاثير الماده السامه. على سبيل المثال النالوكسون اللي هو اوبيويد ريسبتور انتاغونست for morphine. المورفين اللي هو opioid receptor agonist. نيوستيجمين اللي هو الاستايل كولين agonist receptor agonist for atropine اللي هو anti-muscarinic. البربرتوريت اللي هو CNS depressant for citricnine اللي هو CNS stimulant. هذا stimulant احنا ننطينه بربيتوريت اللي هو ديبريسنت اند سو اون وهكذا على حسب الماده السامه تاثيرها ننطي تاثير معاكس للماده السامه. فمن الامثله على الفارماكولوجيكال انتيدوتس، اولا ريدوسينج ميتابوليزم اوف بويزنز to a toxic agents. يعني احنا ننطي انتيدوت
تقلل من ميتاب من الميتابوليزم اوف بويزن تو توكسيك ايجنتس. مثال عليها الايثايل الكحول او الايثانول فور توكسيسيتي اوف ميثايل الكحول اور ميثانول. يعني الشخص المصاب بحالة تسمم بالميثايل الكحول او الميثانول ننطينه ايثانول او ايثايل الكحول راح نقلل الميتابوليزم اوف ميثانول تو توكسيك ايجنت. السبب انه ميثانول برودوس its toxicity from its conversion by alcohol dehydrogenase into formaldehyde and formic acid. يعني التوكسيسيتي من الميثانول هي ناتجة عن الميتابوليزم of methanol to formaldehyde and formic acid. يعني اللي يسبب توكسيسيتي من الميثانول هو الفورميك acid and formaldehyde. Alcohol dehydrogenase اللي هو الإنزيم اللي حول الميثانول إلى formaldehyde and formic acid has more affinity for ethyl alcohol أو الإيثانول than methyl alcohol. يعني إحنا ننطي في حالة التسمم بالميثانول ننطينه إيثانول، إحنا راح نشغل الميتابوليزم إنه يتوجه للإيثانول بدل من الميثانول، فما راح ينتج لنا formaldehyde والformic acid اللي هي تسبب التوكسيستي. يعني مجرد انه عن نشغل الميتابوليزم انه يتوجه للإيثانول اللي عطيناه بدل ما يروح للميثانول وينتج لنا التوكسيك ايجنتس. المثال الثاني على هاي النقطة هو الفومبيزول اللي هو potent inhibitor of alcohol dehydrogenase. هون مباشرة احنا عنثبط الانزيم ليحول الميثانول الى توكسيك برودكتس. مباشرة احنا نثبط الانزيم اللي هو الالكوهول ديهيدروجينيز. طبعا فومبيزول يستعمل فور ميثانول اند ايثيلين جلايكول توكسيسيتي. او على العكس انهانسينج ميتابوليزم تو ان نون توكسيك ايجنت. يعني احنا هون بهاي النقطة من ننطي الفارماكولوجيكال انتيدوت بهاي النقطة احنا عن سرع عملية الايض للمادة السامة ونحولها الى مادة او مواد غير سامة. مثال عليها N-acetylcysteine for toxic intermediates of paracetamol. يعني في حال تسمم بالباراستامول ننطي N-acetylcysteine. السبب N-acetylcysteine provides sulfhydryl groups that are rate limiting for glutathione based liver enzyme which is important in the detoxification of paracetamol. يعني الباراستامول toxicity راح تعمل deprivation او تقلل sulfhydryl groups بالliver enzyme وتعمل لنا liver toxicity. فاحنا حتى نعمل replenishment او نزيد level of sulfhydryl group بالليفر انزيم ننطي N-acetylcysteine اللي هو ينطينا هذه sulfhydryl groups. فاشقد ما موجود باراستامول راح يصير له metabolism بمساعدة N-acetylcysteine اللي هو ينطينا sulfhydryl group وتقل toxicity of paracetamol. يعني احنا بهاي الحالة عنزيد sulfhydryl group عن طريق انه ننطي للمريض N-acetylcysteine. فايش قد ما موجود باراستامول راح يصير له metabolism to non-toxic agent. or enhancing concentration of naturally present agent. يعني نزيد مستوى او level of naturally present agent اللي هي اصلا موجودة داخل الجسم. مثال عليها البرايدوكسيم او 2-PAM اللي هو الكولين استريز رياكتيفيتر. يستعمل or to counteract the manifestation of organophosphate poisoning. الorganophosphate poisoning ثبت لنا الكولين استريز انزيم داخل الجسم.
فإحنا حتى نزيد من مستوى الكولين استريز داخل الجسم ننطي براليدوكسيم، فإيش قد ما موجود أورغانوفوسفيت داخل الجسم راح يصير لميتابوليزم تو نون توكسيك ايجنت. النقطة الأخيرة الكومبيتيشن ات ذا ريسبتر سايت، ننطي مواد تتنافس مع المادة السامة على الريسبتر سايت، مثال عليها الأتروبين اللي هو الأنتي ماسكارينيك فور أورغانوفوسفيروس انسكتسايد بويزنينج. الأورغانوفوسفيروس وين راح تروح؟ على النيكوتينيك اند ماسكارينيك ريسبتر وتعمل لنا توكسيستي. فأنا حتى أقلل وصول هذه المواد للريسبتر سايت أنطي أتروبين اللي هو أيضا يتوجه على نفس الريسبتر and block this receptor ويمنع وصول أورغانوفوسفورس على الريسبتر and produce toxicity. هذا فيما يخص الفارماكولوجيكال أنتيدوتس. عندنا النوع الرابع من الأنتيدوت يسمى universal antidote اللي هو المضاد السم الشامل أو العام. It's a combination of physical and chemical antidotes. هو عبارة عن مزيج أو مركب أو خليط من الphysical وchemical antidotes. When the exact nature of the poison is not known, then the universal antidote may be used. إذا إحنا ما عرفنا نوعية المادة السامة، يعني ما كان عندنا تشخيص مضبوط للمادة السامة، ممكن نستعمل هذا الأنتيدوت. ليش؟ لأنه يشمل على physical وchemical antidotes. والconstituent of this universal antidote it consists of activated charcoal two parts، جزئين من الactivated charcoal، ومغنيسيوم أكسيد one part، and tannic acid one part. يعني نستعمل universal antidote عندما ما يكون عندنا رؤية واضحة أو إثبات قاطع للمادة السامة أو نوعية المادة السامة. فإحنا ننطي اليونيفرسال أنتيدوت اللي يحتوي لنا على أكثر من مادة اللي هي physical or chemical antidotes، فأي واحد منهم احتمال راح يصيب المادة السامة ويعمل له inactivation أو reduce its absorption أو counteract the effect of unknown poisoning. النوعية الخامسة من الأنتيدوتس تسمى metal chelators or chelation therapy. هذه المواد they form chelate معقد، تعمل لنا معقد مع المادة السامة. They form chelate with the metallic poisons. المواد السامة الميتاليك. They form chelate with the metallic poisons. تعمل لنا معقدات أو مركبات معقدة أو ترتبط مع الميتاليك بويزنز اللي هي المواد السامة المعدنية. That are freely available in circulation and help their early excretion from the body. تعمل لنا معقد مع المواد السامة المعدنية وتخلص الجسم من هذه المواد. من الأمثلة على الميتاليك كيليترز هي أولاً دايمر كابرول أو يسمى بريتش أنتي لويسايت أور بال. ثلاث أسماء لهذا الأنتيدود: دايمر كابرول، بريتش أنتي لويسايتس أور بال. It is used in the treatment of common heavy metal poisoning such as arsenic and mercury. هذا الأنتيدود اللي هو الميتاليك كيليتر يستعمل لعلاج التسمم بمعظم المعادن
الثقيلة مثل وخاصة الزرنيخ والميركوري الزئبق. النوع الثاني إيثيلين دايامين تترا أسيتيك أسيد أو يسمى EDTA. It's a treatment of choice for lead intoxication. التسمم بالرصاص أحسن أنتيدوت يستعمل في علاج حالات التسمم بالرصاص هو الـ EDTA أو إيثيلين دايامين تترا أسيتيك أسيد. عندنا النوع الثالث من الميتال كيليترز هو بنسيلينامين أو الاسم الثاني كابريمين. كابريمين أو بنسيلينامين it is used in copper poisoning and Wilson disease. هذا عنده استعمالين، واحد toxicological use and pharmacological use. التوكسيكولوجيكال يوز ان كوبر بويزنينج في حال التسمم بالنحاس، او الفارماكولوجيكال يوز هو ان ذا تريتمنت اوف ويلسنز ديزيز. ويلسنز ديزيز هو ديس اوردر اوف كوبر ميتابوليزم. يعني الفارماكولوجيكال انديكيشن فور بنسيلينامين ان ويلسنز ديزيز اللي هو مرض وراثي ناتج عن disorder of copper metabolism، يحدث عندنا خلل بأيض النحاس داخل الجسم. And also in lead and mercury poisoning في حالات تسمم بالرصاص والزئبق. النوع الأخير من الميتال كيليترز هو ديسفريوكسامين. هذا الانتيدود it's a specific antidote for iron، خاص فقط في حالات التسمم بالحديد. طبعا حالات تسمم بالحديد يعني هي جدا نادرة، بس أكثر شيء يستعمل الديسفريوكسامين in the treatment of excess iron in a patient with thalassemia. تعرفون مرضى المصابين بمرض الثلاسيميا يصير عندهم هيموليسيز على طول وكثير، فنتيجة الهيموليسيز راح يتحرر الحديد من الـ RBC ويصير عندنا إكسس آيرون. حتى نتخلص من الإكسس آيرون ونعمل معانه كيليشن ويصير مركب أو معقد غير قابل للامتصاص ويخرج بسهولة خارج الجسم، ننطي الديسفريوكسامين. هذا ما يتعلق بالميتال كيليترز. المجموعة الأخيرة من السبيسيفيك ثيرابي أو أنتيدوت أدمينستريشن هو الإميونوثيرابي. الإميونوثيرابي سبيسيفيك أنتيباديز ذات كومباين ويز سم توكسينز. هذه عبارة عن أنتيباديز أجسام مضادة تعمل لنا كومبينيشن مع بعض أنواع المواد السامة. For example, digoxin antibodies, Fab fragments combine with digoxin to produce an inert complex. الديجوكسين antibodies هاي عبارة عن أجسام مضادة تصنع وتكون موجهة فقط لعلاج حالات التسمم بالديجوكسين. يعني صنعوا أجسام مضادة فقط تقرأ أنه إذا أكو ديجوكسين إكسس أو توكسيسيتي والديجوكسين فقط تروح على مادة الديجوكسين الموجودة داخل الجسم بكميات كبيرة وتعمل معها كومبينيشن ويصير الكومبلكس إنرت خامل، فيقل الامتصاص ماله وأيضا تساعد بالإكسكريشن أوف إكسس ديجوكسين. Another example is the use of snake anti-venom in patient with snake bite. هذا أيضا يعتبر من الإميونوثيرابي، هو السنيك أنتيفينين يعني الأجسام المضادة لسم الثعابين in patients with snake bite عند المرضى أو الأشخاص
اللي يصابون بلدغات الأفعى. أيضا هذا يعتبر من الإميونوثيرابي وأنتيدود للدغات الأفعى. And thank you.